أعزائي مشاهدي قناة الصحة والجمال، أهلا ومرحبا بكم وفقرة جديدة من فقرات برنامجنا صناع السعادة. هكون معاكم النهاردة عبير عبد الله. النهاردة قبل ما أبتدي حلقتنا، أحيي وهني مشجعي النادي الأهلي وألف ألف مبروك الفوز بثلاثية عظيمة، بطل أفريقيا، بطل الدوري، بطل كأس مصر. ألف ألف مبروك وصباحكم أهلاوي. بما إن الشهر ده شهر ذو الهمم وذو القدرات الخاصة وفي اليوم بتاع اليوم العالمي للإعاقة، حابين نتكلم في موضوعنا النهاردة عن أصحاب الهمم والقدرات الخاصة. اتكلمنا قبل كده في مواضيع تهم القدرات الخاصة كتير جدا، اتكلمنا ازاي تعملي جلسة تخاطب من داخل المنزل مع طفلك، اتكلمنا عن أطفال التوحد، أطفال فرط الحركة، واتكلمنا عن جميع الإعاقات. النهاردة بقى حابين نقول لكل أم، عشان يتشخص ابنك صح وتعرفي ان تشخيصه صح، لازم ترجعي لحاجة اسمها المقاييس النفسية واختبارات الذكاء، وده اللي هنعرفه النهاردة من ضيفة حلقتنا اللي موجودة منورانا معانا في استديو صناع السعادة النهاردة، استاذة علا ماهر، صاحبة أكاديمية العلا للتخاطب وأخصائية التربية الخاصة ومتخصصة في المقاييس النفسية واختبارات الذكاء. يا أهلا بحضرتك يا أستاذة علا، ربنا يخليك، منورانا في صناع السعادة النهاردة. نور بيك يا رب حبيبتي، تسلمي. عايزين نبتدي الأول، إمتى الأم تعرف إن ابنها في حاجة لعمل اختبار ذكي؟ أول حاجة لازم الأم تاخد بالها كويس أو تحس إن ابنها عنده أقل قدراته العقلية أو القدرات بتاعته أقل من سنه الطبيعي. يعني المفروض إن الولد مثلا عنده 6 سنين، المفروض إن هو بيتعامل كطفلة 6 سنين، بيعرف يتعامل زي سنه، لكن هبص ألاقي إن هو بيتعامل كطفل عنده 4 سنين، مش قادر يفهمني كويس، مش قادر يتكلم حتى زي الأطفال اللي في سنه. بحس بقى دلوقتي لازم الأم هنا تاخد بالها إن في مشكلة موجودة عند طفلها فعلا، المفروض إن هي تبتدي إن هي تاخد بالها، تبتدي تدور هي فين المشكلة وفين حلها. المفروض إن أنا دلوقتي بتجه لأي أخصائي نفسي عشان أعرف دلوقتي أعمل اختبار ذكاء عشان يحدد لي القدرات العقلية للطفل والحاجات اللي هو المهارات اللي واقع فيها. دلوقتي المفروض ان طبعا الاختبار ستانفورد بني الصوره الخامسة، ده طبعا بنعمل اختبار للطفل، بيبين 5 قدرات، 5 مهارات، هو بيقيس 5 مهارات للطفل، منها الاستدلال السائل، المعرفه، المعلومات العامه نفسها بتاعت المعرفه، الاختبار، المعالجه البصريه، الذاكره العامله، ده كله بيبتدي يعرف الطفل واقع في اي جانب وفي اي حته واقع فيها. يبتدي دلوقتي ترجع تاني للاخصائي، الاخصائي التخاطب، يبتدي بقى يتعالج مع حسب التقرير النفسي اللي بيجي، ويبتدي ان هو الطفل يبتدي الاخصائي بقى دلوقتي ان هو يتعامل حسب التقرير اللي جاي له ويعرف الولد فين. كمان الام، في امهات كتير ما بتاخدش بالها، بتلاقي ان ابنها بيتكلم والدنيا عادي تمام، ما فيش مشكله بالنسبه له، ما بتحسش ان ابنها عنده مشكله غير لما يبتدي يخش المدرسه، وبالظبط بالظبط في سن ان الولد يوصل لسن 4 سنة رابعة. جميل. بيبتدي يحس بقى دلوقتي ان في شكاوي كتير من المدرسه، المدرسين بتوع الولد او الطفل دوت بيقولوا كتير ان هو مش فاهمنا، مش قادر، ما عندوش القدره على الحفظ، خطه وحش، بينسى كتير، عنده الانتباه والتركيز بتاعه قليل، مش زي الاطفال العاديين او مش زي اصحابه اللي معاه في الفصل. ده بيدينا بقى الام هنا بتبتدي مؤشر. تاخد بال مؤشر، بيدينا مؤشر ان في مشكله، ولكن كان بيبقى المؤشر ده موجود من بدري، لكن الام ما بتبقاش واخده بالها. احنا عارفين الثقافه بتاعتنا شويه في التربيه الخاصه لسه ما بقتش كويسه شويه، ان احنا دلوقتي تاخد بالها امتى؟ يعني من سن كام تبتدي تاخد الام بالها ان في مشكله؟ المفروض ان انا من سني دلوقتي من 3 سنين ببتدي اخد بالي ان ابني قادر يفهمني، قادر ان انا لما اكون بوصله ان انا عايزه منه شيء، معلومه او عايزه منه طلب، امر بقوله له المفروض ان هو بينفذه لي، عارف وفاهم انا عايزه ايه، وابتدي ان انا ادي له اكتر من امر. طيب هات لي هات الطرحه من الدولاب والمعلقه من المطبخ وشنطتك من الدرج، اقول له اكتر من امر. طيب. اشوف دلوقتي في الوقت دوت اشوف ان ابني قادر ينفذ الاوامر ديت ولا مش قادر. طيب. فهمني ولا مش فهمني. طيب بالنسبه لطفل التوحد، ايه الاختبارات اللي ممكن تبين لنا ان الطفل ده عنده مشكله وعنده اضطراب توحد او لا؟ طفل التوحد المفروض ان كان الام هي، يعني
اكتر حد ماما بتكون واخده بالها كويس قوي ان ابنها غير طبيعي او عنده مشكله او انتباه بتاعه ضعيف، بيبقى الانتباه، الذاكره، التواصل البصري بيني وبينه بيبقى معدوم تماما. يا اما بيكون لمده ثواني. في مؤشرات كتير قوي المفروض، التفاعل الاجتماعي نفسه، التفاعل الاجتماعي نفسه، بس في مؤشرات كتير جدا. كل ما يبقى في التدخل مبكر كل ما بيبقى الطفل ممكن اوصله لان هو يبقى نورمال عادي طبيعي طبعاً. ما بيبقاش في مشكله. يعني كل ما الام تدخلت بدري، وكل ما كل ام اكيد اكيد جرئي اول ما حست ان في مشكله تدخلت بدري، كل ما الطفل اتحسن. تمام، كل ما انا هجيبه بدري، يعني لا قبل السنة ونص لو ام اكتشفت ان ابنها ما بيتواصلش، ما بيحاولش، منطوي، ما بيحاولش انه يلعب، العابه شكلها غريب، بيحاول ان هو يلعب مش نمطي شويه في حركاته، عنده حركات تكراريه، بيبتدي يعمل حركات مش زي الاطفال اللي في سنه، حتى لو الام ديت ما عندهاش، هو ده اول طفل مثلا، وبيبقى في الغالب ان بيبقى اول طفل لان ام ماما ما بتبقاش عندها خبره بالاطفال شكلها ايه في الاول. فاول سنه ونص من حياه الطفل مهمه جدا جدا لماما ان هي تاخد بالها من الطفل، ابني ده طبيعي ولا مش طبيعي، شايفاه ان هو كويس ولا مش كويس، بينتبه لي لما بناديه بيسمعني، بيبص لي ولا ان انا بنادي في حته وهو باصص في حته تانية او مش سامعني. ففي الحته دي بالظبط كده عشان اعرف ابني عنده توحد ولا لا، احنا عندنا اختبارين بننفذه، عندنا كارز وجيليام. طيب بما انك قلتي كارز وجيليام، عايزين نعرف الفرق بين الاثنين وبيتعملوا لمين الكارز والجيليام، عايزين نعرف الساده المشاهدين. تمام، اختبار كارز وجيليام الاثنين كلاهما بيقيسوا شده التوحد عند الطفل، ولكن احنا كاخصائيين بنحاول عفوا جيليام ادق جيليام بيكون ادق من كارز، لاني اسئلته كتير والبنود بتاعته كتير، وبتكشف حاجات ادق في ان هي بتجيب حاله الطفل من كل الجوانب. فبنرجح ان يكون جيليام احسن لان هو اللي بيطلع نسبه النسبه بتاعه التوحد بالظبط. بمعنى بمعنى ان ممكن لو عملت كارز ممكن يطلع لي ان الطفل عنده توحد شديد، ولكن انا لو طبقت جيليام ممكن لا هيغير لي المسار تماما وهيحولها لي ان الطفل دوت عنده توحد متوسط. هو كلاهما الاثنين بيقيسوا التوحد، ولكن انا بدور على الادق، فالادق منهم هو بيكون جيليام. طيب وطفل فرط الحركه، لو اتكلمنا عن طفل فرط الحركه، فرط الحركه وتشتت الانتباه، تمام، ايه الاختبار اللي ممكن يتعمل ليه؟ فرط الحركه ليه اختبار كونرز. كونرز بيقيس فرط الحركه بتاع الطفل، وهو اللي بيقول لي ان كان الولد عنده نشاط زايد ولا عنده نقص في الانتباه وفرط الحركه، لان طفل الدي اتش دي بيكون عنده حركته زياده، بيحس ان هو مختلف عن لعب الاولاد التانيين، بيعمل حركات لا يمكن الطفل اللي في سنه بيعمل نفس الحركات ديت، بيكون حريص شويه على نفسه، لكن طفل الدي اتش دي ما بيكونش، بيكون اهوك شويه، بيكون حركاته بدون تفكير بدون وعي، يعني ما عندوش مشكله انا هنفذ الامر، انا هنفذ الخطه اللي في دماغي، ولكن ايه العواقب اللي ممكن تحصل بعد كده؟ لا ملوش علاقه بالكلام دوت، انا هعمله وخلاص. جميل جميل. فما فيش مشكله بقى ان هو ممكن يؤذي نفسه، ممكن يضر نفسه في المنطقه ديت، لكن هو ما عندوش الوعي بكده، انا هنفذ وخلاص. طيب هنتكلم في موضوع مهم قوي وحاجه يعني كله بيعاني منها الاخصائيين، ودي بتكون سبب كبير قوي في تاخر يعني تحسن حاله الطفل، وهي انكار، حاله الانكار، حاله الانكار للام ان هي بتنكر المشكله عند الطفل وما تعترفش ان هو عنده مشكله من الاساس، وتيجي تكشف عند اخصائي التخاطب، لو قال لها روحي لطبيب نفسي ازاي، انا ابني سليم، ابني ما عندوش مشكله نفسيه، وانا ابني مش مجنون، اروح لطبيب نفسي ليه؟ طب روحي مخ واعصاب، تقعد تعيط وتنهار، لا انا ابني ما فيهوش حاجه، انا تمام. ابني كويس. حاله الانكار اللي بتخلي حاله الطفل تتراجع بدل ما تتقدم، بتتراجع كتير. نعمل ايه عشان نتجنب الموضوع ده، وازاي نخلي الام تعترف بحاله الطفل ونتجنب موضوع الانكار؟ حضرتك استاذ عبير يعني تطرقتي موضوع مهم جدا جدا احنا بنعاني منه، صح، وهو انكار فعلا الاسره نفسها ان عندها مشكله. المهم انا عندي يعني ان عندي مشكله، لا ما ينفعش ان انت تقولي لي ان ابني عنده توحد، ما ينفعش.
قولي لي اي حاجه تانية، لكن ما تقوليليش خوفا إن من كلمه توحد. بالظبط، بيخافوا جدا من أكبر كلمه توحد، مصيبه مخوفه الام. اكبر كلمه بتخوف الام هي كلمه انك تقولي لابنه عنده توحد. مش ممكن تقولي لي حاجه تانية. يعني انا عايزه اقول لك ان انا شفت ان كلمه اعاقه مش عامله الام قوي، مش مبهراها قوي الكلمه قد ما كلمه ما تقولي لها ابنك عنده توحد. كلمه صعبه جدا، ولسه ما عندناش الوعي الكافي لمعنى الكلمه او لمعنى حاله الابن اللي عندنا. بصي انا في الاول في اخر انا بقول للام ان ده هبه من عند ربنا. رضيتي ام لم ترضي فربنا وهبك بهذا الطفل. انت كده بتتبعي معاها تهيئه نفسيه. بالظبط، بتعملي لهم لازم اقول لها بالظبط كده، هي جايه اصلا تعبانه نفسيا. مش هينفع ان انا احمل عليها اكتر واقول لها لا انت خديه وروحي، بصي اقعدي واقفلي الباب عليكي وما تتحركيش. لا بالعكس، بقول لها اخرجي. لازم تديها طاقه امل كده وتفتحي الدنيا. خلاص، ده هبه من عند ربنا، يمكن ده سبب سعادتها نفسه. في البيت ده يمكن ربنا جاب لها الشخص ده معاها في البيت لسبب سعاده يعملها في قلب البيت، مش سبب يكون للشقاء والتعاسه بتاعت البيت. لا بالعكس، انا شايفه ان طفل توحد دوت لو انا خدت بالي كويس قوي، الام يعني لازم يكون عندها الوعي الكافي بان عندها مشكله وان هي تتعامل معاها صح. ان كان توحد او اي اعاقه، أي كانت الاعاقه اللي موجوده، هو ابتلاء من عند ربنا وبيختبر صبرنا وقدرتنا كده على التحمل. فلازم ان هي يبقى عندها قوه صبر وتحمل ان هي ولازم اصلا يعني اكتر المواضيع ان هو طفل التوحد لازم كل افراد الاسره يتعاونوا. لازم كل افراد الاسره يتعاونوا، من الام للاب، كل اللي بيتعاونوا معاه الاخوات، وخصوصا الاسره، وخصوصا الاسره لان هم اكتر الناس المقربين للطفل وهم اللي بيتعاملوا معاه بصفه دوريه. فهم دول اكتر الناس اللي هم لازم ان هم ياخدوا بالهم كويس قوي منه. لازم ان هم لازم يخرج. لازم الولد ده اخرجه غصب عنك، هتخرج صح، مش هسيبه في القوقعة بتاعته. تهتم بيه وبالذات في الرعاية الذاتية. موضوع الرعاية الذاتية ده موضوع مهم جدا للأسرة. في أسرة بتسيب الطفل لحد ما يبقى شاب ما يعرفش يعمل رعاية ذاتية ولا أي حاجة، يدخل نفسه حمام، يغسل إيده، يغسل سنانه، ما يعرفش يعمل أي رعاية ذاتية لنفسه لحد ما يبقى شاب. ودي حقيقة دي فعلا، مشكلة كبيرة. ودي حقيقة فعلا، إن مشكلة إن الأم مثلا بتبقى راضية بالموضوع، لكن طرف من الأطراف زي بابا مثلا لا انا ما عنديش مشكله، انا ما بجيبش ولاد، يعني اتقالتها كده، انا ما بجيبش ولاد متخلفه. يعني ما حدش بيجيب حد. دي زي ما انا قلت لك كده في الاول، هو هبه من عند ربنا. لا انا اللي بجيبه ولا انت اللي بتجيبيه. ده خلاص ربنا اعطاك العطيه ديت، تقبلها. وبالعكس ده انت خد بايده لطريق ممكن ربنا يكرمك فيه ويبقى احسن من اي طفل تاني، يمكن يكون احسن من اخوه نفسه مع وجود فعال في البيت. صح حقيقه. لكن للاسف احنا لسه عندناش الثقافه بان حته ان ناخد بايد دوت، وخصوصا كمان ان المجتمع الخارجي بيسمع الام كلام صعب قوي، التنمر. التنمر بالظبط، ودي مشكله بتقابل الام في المدرسه بالذات لو الطفل دخل مدرسه دمجه او حاجه. وعايزه بالظبط، والا كمان ان الام مثلا عليها كل المشكله كان هي اللي جابت الولد ده كده. لا انت في حاجه، روحي شوفي الجينات وعايزه اقول لك ان الناس نفسها ما بتبقاش فاهمه الموضوع. صح. ولكن لازم احط شويه التحابيش بتاعتنا دي. وعندنا ثقافه في بعض الارياف كمان، وان هو لو الام جابت كذا طفل معاق او جابت مثلا طفلين عندهم توحد هي اللي عندها المشكله، يقولوا له طلقها. هي بتجيب اطفال معوقه، لا دي ما تنفعكش، اتجوز غيرها هتجيب لك اطفال. فعندنا ثقافه ان في كذا حاله ام ذوي احتياجات خاصه معيله. تمام، ده اكيد مشكله كبيره قوي. انا عايزه اقول لك ان في انا شفتها، يعني شفتها فعلا، ان ام كانت عندها 3 اطفال معاقين واعاقات شديده كمان. الاب بدل ما يقف جنبها ويعينه على اولادها سابها ومشي، ساب المسؤوليه، ساب المسؤوليه وساب البيت وساب الحياه بينها وليها وسابها ومشي، كأن هي ليها الذنب في ده، كأن هي اللي جابتهم. يعني كأن هي اللي جابتهم. ودي حالات كتير مع الأسف، أنا قابلتني كذا حالة. ده كتير بقى ده. يعني هي مشكلة إن أصلاً إن رفض الأهل نفسه، يا إما رفض الأم، يا إما رفض الأب، يا إما رفض الاثنين وبيسيبوا الولد، يا إما تنمر المجتمع ورفض المجتمع، يا إما بالظبط. وهو خصوصاً إن بيبقى التنمر أكتر للأم بحكم إن طبعاً هو أكتر، هي أكتر شخص مرافق للطفل دوت، وهي اللي بتسمع، هي اللي بتروح مع جلسات التخاطب، هي اللي بتروح معاه، هي اللي في البيت، هي اللي بتروح مع المدرسة، هي اللي بتروح مع النادي، هي اللي متواصلة وهي الرفيق الأول للطفل دوت. ولكن إحنا مش رحيمين شوية عليها. يعني انا بناشد فعلا المجتمع بتاعنا ان يبقى عنده الثقافه شويه في حته ان هم يراعوا الام نفسها، لان هي اصلا كده كده تعبانه.
يعني هي تعبانه، انت اصلا لما بيجي الولد الجلسه مجرد انه بيقعد معاكي شويه انت بتبقي مش قادره عليه، ما بالك بقى ده يا دوبك ممكن يقعد معاكي ساعه ولا اتنين، ولا ان كانت رعايه معاكي رعايه نهاريه، ولكن شوفي هي بقى بتعاني قد ايه طول اليوم. حقيقه صح. فعلى الاقل ابسط الامور ان اسمعها الكلمه الكويسه، اعينها على ان هي تقدر تتقبل ابنها. ايوه. احسسها ان في الاول سيبك من جزاء الدنيا، ان في الاخر جزاء للاخره. حقيقة. ان اكيد ربنا هيكافئك على المعاناه اللي انت عانيتيها في الحياه. صح. لكن مش اقول لها بقى الكلام اللي هو يحبطها ويضايقها، وان هو حتى لو هي هيخليها تحبط، فممكن في امهات كتير بيقفلوا عن نفسهم هي وابنها وتقول لك خلاص انا هقعد بقى فيه في البيت، ما اوريهوش لحد ومش هوريه لحد، ولا انا هخرج ولا هو يخرج، وخلينا قاعدين في البيت. بالعكس، طب ما حرام عليكي، انت اذيتي ام واذيتي طفل ملوش اي ذنب، سيبيه. بالعكس، ده كل دول الاطفال التوحد بالذات محتاجين يخرجوا، محتاجين يتواصلوا، محتاجين ان هم يتفاعلوا مع المجتمع. صح. طيب نرجع تاني لموضوع الانكار. تمام. ايه يعني نعمل ايه عشان نخليها ما تنكرش حاله الطفل، او ايه الحالات اللي بتجيلك مثلا قوي بتنكر حاله الطفل، بتكون ايه؟ اني ما تقوليش ان ابني عنده توحد، بس هي دي اكتر اعاقه او اكتر كلمه مضايقه الام. يعني حته ان انا اقول لها مثلا شايفه ان الولد عنده مشكله وباينه، عنده مشاكل باينه، بيرفرف بيمشي على الأطراف، بيبص للمروحه، بيقلب العربيات مثلا ويلعب بيها بطريقه مختلفه. يعني احنا عارفين مثلا كل دي عرب. اقول مثلا يعني جبت العربيه كسرها بعد ساعه، سيبيه يكسرها، ده الطفل العادي. لا، ده كده مثلا قادر يفكر، قادر عايز يشوف اللعبه دي شغاله ازاي، جابت الصوت ده جه ازاي، اللعبه دي بتتكلم منين. تمام. فما بالك بقى طفل التوحد نفسه بيقلب العربيه ويلعب معاها بطريقه مختلفه، ويلف العجل بتاعه، لان لفه العجله وصوت دوت، هو الصوت ده هو حبه، وطريقه لف العجله بتاعت العربيه بتاعت بالمشقلب هي دي الطريقه اللي هي الحركات التكراريه الموجوده اللي هو بتبقى مميزه لطفل التوحد. تمام. بجانب بقى الرفرفه، بجانب اللف حوالين اي شيء، العزله، الانطواء في مجتمع بعيد عن، ما بيلعبش مع الاطفال اللي في سنه. والبرامج اللي بنشتغلها مع طفل التوحد بتكون ايه؟ يعني عايزين نعرف الساده المشاهدين وكل ام قاعده بتتفرج قدامنا دلوقتي، ايه هي نوعيه البرامج اللي بنشتغلها مع طفل التوحد؟ البرامج اللي بنشتغل معاها المفروض ان احنا كأم، يعني هي في لازم يكون بتفاعل، اولا لازم يكون بيروح مركز تخاطب، ويكون في تواصل مستمر مع الاخصائيه اللي تبعه، ويكون لازم يشتغل جوه الجلسه تنميه مهارات. في فيديو شغل مع الاولاد ممكن تعرضوا لنا على الشاشه؟ ايوه كملي اتفضلي. تمام. دلوقتي بقول لك المفروض ان هو طبعا عشان الام تشتغل لازم تشتغل ورا الاخصائي بتاعه. تشوف الجلسه بتاعته هي مشيت ازاي، واي طريقه مشيت بيها، وتعملها في البيت. ما ينفعش ان كتير من الاولياء الامور يقول لك لا ما خلاص، ما انا بوديه تخاطب، بوديه المركز. طب ماشي، ما هو المركز بيقعد فيه قد ايه؟ انت فين دورك بعد كده؟ المفروض ان الولد ده بيشتغل تنميه مهارات، يعني لو انا طولت اشغله تنميه مهارات 24 ساعه اشغله 24 ساعه. انت هتشغلي الادراك بتاعه، وهتشغلي الانامل بتاعته، وانتباه وتركيز. أيوة. وحركات الفوتو موتورز، كل ده يشغل الدماغ ويخلي عنده الادراك يعلى، الانتباه يزيد، يبتدي بقى يحس ان هو معانا فيديو على الشاشه في الولاد وهم بيشتغلوا تنميه مهارات، بيشتغلوا بادوات ومجسمات، صلصال، بازل. تمام. اتفضلي اتكلمي يا دكتور، اتفضلي احكي لنا ايه اللي بيعملوا ايه. هنا الولاد كانت في جلسات بعد جلسه التخاطب، بيشتغل يعني هنا مثلا هي هنا بتصطاد صيدة السمك عشان تقوي الانتباه بتاعها، لان عندها ضعف في الانتباه والتركيز بتاعها. تمام. رغم ان هي بتتكلم، لكن هنا مثلا ادم عنده سمات توحد، فادم مش بيتكلم، لكن عنده تنميه المهارات حلوه جدا وعاليه جدا جدا طبعا بعد التدريب والممارسه في التخاطب. في ولاد كتير عندهم مشكله، فكمان مشكله القفل، ان يقفل على صوابعه او ان هو يفتح حتى المشبك. ففكره المشبك دي ماما بس تقول لي انا يعني انا اروح المركز عشان يقعد يفتح لي في مشابك؟ لا والله، طب ما حاولي، طب حاولي انت تخليه يفتح المشبك ده،
صعب جدا، صعب جدا ان هو يقدر يفتح المشبك ويحطها مثلا يركبه على الطاوله او يشيله او يفتحه، فتحه المشبك نفسها صعبه، صعبه عليه كمان، صعبه جدا لان بيبقى عنده ضعف في الانامل بتاعته. فحته ان هي الام نفسها ما تقعدوش في البيت، ما تستهونش بالادوات او البرامج اللي الاخصائي بيشتغل بيها، لا لا لا، طب انا اروح كل ده وادب المشوار لحد مش عارفه فين، لحد عشان يركب بازل ويركب مشابك. لا، هي الجلسه مش كلها تركيب مشابك وكلها مش بازل، لا هي الجلسه متقسمه. جوه الجلسه كمان بيبقى فيها تخاطب وفيها تنميه مهارات، فيها اوقات كتير بيبقى فيها تعديل سلوك. يعني جوه الجلسه نفسها جميل. بيبقى جواها تعديل سلوك. جميل. وبالنسبه للناحيه الحركيه، العلاج الوظيفي والشغل الحركي، بتشتغلوا مع طفل التوحد زي طفل فرط الحركه زي اي اعاقه؟ لا طبعا، ما بيبقاش نفس البرنامج او نفس التاهيل، ولكن كلهم بيبقى التاهيل من البدايه واحد، بحيث ان انا لازم اعلمه الاول ازاي يمشي، ازاي يخطو الخطوات المنتظمه مثلا. يعني مثلا في السجاجيد الحركيه مثلا دي كويسه جدا لاطفال. جميله. كويسه جدا لان بتساعد على التواصل البصري، التواصل البصري وانتباه سمعي للطفل. طيب، معانا صور لحضرتك على الشاشه استاذه علا، احكي لنا بقى ده المركز بتاع حضرتك ولا ايه؟ ده كان يوم الافتتاح. ده كان يوم الافتتاح بتاع المركز. ربنا يخليكي. ده كان يوم الافتتاح بتاع المركز. وده كان يوم ايه؟ انا ده عارفه. ده طبعا ده في ورشه عمل دكتوره رانيا صلاح، كانت تبع مبادره طاقه نور. ايوه. وطبعا اتشرفت بان انا كنت موجوده ومن احدى تلاميذ دكتوره رانيا. وليا الشرف الكبير ان هي دكتوره رانيا عظيمه. طبعا حد متميز، شخص جميل جدا، بحبه على المستوى الشخصي يعني. لا، هي انسانه جميله جدا، ويعني عايزه اقول لك ان هي ما بتبخلش على اي اخصائي بيشتغل معايا او ما بيشتغلش معايا. دي حقيقه. ما بتبخلش عليه باي معلومه، بالعكس. نادر جدا انك تلاقي حد دلوقتي يقول لك حاجه انت عايزه تستفهمي منها. طيب، اخر سؤال معانا، اتفضل. الفرق بين طفل صعوبات التعلم وبطيء التعلم والنسب ما بينهم؟ الفرق بين الاثنين، الفرق بينهم هما الاثنين بيجي نتيجه بعد اختبار الذكاء، النتيجه اللي بتطلع. صعوبات التعلم بلاقي ان الطفل بيطلع الاختبار بتاعه نتيجته 90 درجه، اللي هو كطفل عادي جدا زي وزيك وزي اي حد في الدنيا، ولكن بيبقى عنده مشكله في احدى المواد الدراسيه، في عسر قراءه او عسر كتابه، او بيبقى فيه احيانا خلل في الحساب او في المعالجات البصريه والسمعيه للطفل. لكن بالنسبه لبطيء التعلم بتبقى طبعا من اقل من 80، من 75 لحد 84 بالظبط، بيبقى بطيء تعلم. وبس بيبقى ده محتاج برنامج معين، وان الناس في المدرسه تقدر ان هي توصل له المعلومه بطريقه وشكل معين. كنت ضيفه خفيفه على قلوبنا، واستفدنا منك ومن خبراتك، وان شاء الله في حلقات ثانيه. اعزائي المشاهدين، استنونا تاني في حلقات اكتر وفقرات اجمل مع برنامجنا صناع السعاده. متشكره جدا ليكم، صباحكم سعاده.